سلطان. طبعا مباراة كبيرة، توقعات أكبر، توقعاتك لهذه المباراة؟ هل يخرج المنتخب النيجيري بانتصار؟ هل يتعادل يحتكم لركلات الترجيح؟ هل يسجل نوح المعلم ويضمن لكم كأسا جديدة عبر دور الجاليات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني حاجة مباراة صعبة تتوقعها زي كده، مباراة نهائية، لكن إن شاء الله المنتخب النيجيري بيخلصها بإذن الله، بيريحنا إن شاء الله. نوح المعلم تتوقع يسجل اليوم؟ نوح المعلم، عمران فكة، أي لاعب إن شاء الله، بس الفوز يجي إن شاء الله. أنت اليوم نتوقع مشاركتك إن شاء الله. سلامات يا كابتن، يضر لنا مصاب. اي والله تعودت عنده شعور في المباراه الماضيه، ما اعتقد اني باشارك، لكن ان شاء الله نفوز باي طريقه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. البطوله هذه برعايه مطاعم ريدان عبر مجموعه السلمي. رساله الشكر اللي توجه لهم اياها، هل تتمنى وجودهم في الموسم القادم ان شاء الله؟ والله بصراحه بطوله جدا رائعه من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الوقف ومن ناحيه الشبكه الاعلاميه ومن ناحيه قناه بازيدان ومن ناحيه الاعلام، ما شاء الله بطوله كامله والكمال لله 100%. انا اتمنى مشاركه مطاعم ريدان في الموسم القادم، سواء هم سواء اي مين ان كانت يعني بصوره هذه، فانا اتمنى ان تستمر على هذا النحو ان شاء الله. اذا يعطيك الف عافيه كابتن. كان هذا حديث الكابتن سلطان هزازي. سلطان هزازي، اذا احد افراد المنتخب النيجيري، احد جواهر المنتخب النيجيري.